مشاهدين أهلا وسهلا فيكم، لقاء جديد وحلقة مميزة من مطبخ منال العالم. وصفاتنا اليوم أتمنى أنها تعجبكم، وأتمنى أنكم تكونوا عم بتجربوا هالوصفات اللي عم بنقدمها. حلقتنا حنبتديها بطبق جانبي، حنعمل نوع من الشوربة. نشوف مع بعض المقادير. شوربة كريمة دجاج بالخضار، 2 قطعة فيليه دجاج، حبة متوسطة بصل شرائح، 2 فص ثوم، قطعة ورق غار، 2 فص هيل صحيح، ملعقة صغيرة ملح، حبة متوسطة جزر مقطع مكعبات صغيرة، حبة متوسطة بطاطس مقطع مكعبات صغيرة، نصف كوب بازيلا، نصف كوب ذرة، كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة نشا، كوب كريمة سائلة. للتقديم بقدونس مفروم. أعزائي المشاهدين، طبعا في شهر رمضان الكريم بيكتر الطلب على الشربات، وإحنا في عنا دائما شربات تقليدية. سبحان الله، مهما تعلمنا وصفات جديدة بنحس إنه لا، بدنا نتعلم أو بدنا ناكل الشربات التقليدية، ولكن بعد كم يوم بتحس إنكم بدكم إشي جديد، بدكم تغيروا، بدكم تنوعوا. فعشان هيك إحنا بنحاول دائما نقدم لكم أصناف جديدة. الشربة اللي حنعملها اليوم مغذية جدا، طعمها كتير لذيذ، وطريقة تجهيزها برضو كتير لطيفة. والحلو فيها أنه إذا عملناها قبل بوقت وقعدنا تسخينها بتضلها زي ما هي كويسة. في بعض الشربات لازم تتقدم في وقتها. نستعرض مع بعض المكونات اللي حنحتاجها للشوربة. هحتاج قطع من فيليه الدجاج. ممكن إذا حبيت تنفسي هذه الفكرة، نفترض أنه عندك دجاجة واستعملتيها لأي استعمال، ممكن تكوني سلقاها، تاخذي نص الدجاجة مثلا وتنفذي فيها هذه الوصفة. أو إذا بدك تبدي، يفضل أنك تجيبي الفيليه لأنه أسهل لك في التقطيع وبيعطيكي يعني سهولة وسرعة في النضج. يبقى ممكن نستعمل دجاج مسلوق أو بواقي دجاج ونقدر نجهزه للشوربة. عندنا تشكيلة من الخضرة، البطاطس، الذرة، الجزر والبازيلا. طبعا فيكم تغيروا أنواع الخضرة حسب الموجود عندكم، ولكن يفضل دائما انه يكون في عنا على الاقل نوعين ثلاثه عشان تبقى الشوربه فعلا طعمها لذيذ. يبقى نبتدي خطوتنا الاولى، نجهز السلق فيليه الدجاج. الموضوع كتير سهل وبسيط. هحتاج في كسرولة احط قطع الدجاج، حضيف بصل مقطع مكعبات، شرائح، جوانح، مش مشكلة عنا هالمتوفر عندك. ممكن تحطوا بصل أخضر كمان إذا موجود عندكم، تقدروا تسلقوا الدجاج بأي شكل. عنا فصين ثوم برضو زي ما هو أنا حخليهم، عشان إحنا طبعا بدنا طعم لطيف يبقى مع هذا المرق. بعض أوراق الغار، فصوص من الهيل، ما نكتر، فصين ثلاثة معقول، وشوية ملح. يبقى هالمكونات كلها بسيطة ولطيفة جدا، طعم الشوربة هيبقى هادي. يعني ما حطينا، إذا خدتوا بالكم، القرفة، ما حطينا الكبش قرنفل، بيعطينا طعم كتير قوي. بولع النار وبسيب الشوربة لغاية ما تاخد غلوة. إذا احتجنا لقينا تكون على الوش رغوة بشيلها. بعد هيك بغطي الشوربة وبسيبها على نار هادية لغاية ما يستوي عندي الفيليه. طبعا بدها على الأقل حوالي نص ساعة عشان 100% نتأكد إنه استوى. وزي ما قلنا لحضراتكم، ممكن أكون سلق الدجاج ومخليها بالثلاجة قبل بوقت وأستعمله حتى لو تاني يوم، ما في عنا أبدا أي مشكلة. نبتدي نشوف تجهيز بقية المكونات. إحنا الموضوع عنا كتير لطيف وبسيط اليوم في وصفتنا. هحتاج هلأ قطع الدجاج اللي إحنا سلقناها، عايزة أقطعها بشكل يبقى لطيف لما تتاكل مع الشوربة، يبقى شكلها كتير لطيف. بنقطعها بهذا الشكل هيك نساير، بنحاول ناخد فيليه الدجاج بهالطريقة. طبعا كل ما كان ترفيعا كل ما كان بيعطيني طعم أطيب. حتى لو زي ما اتفقنا سلقنا دجاجة كاملة، بتقدروا تاخدوا قطع نساير بهذه الطريقة. بنقطعها بهذا الشكل. يبقى أعزائي المشاهدين، الدجاج عندي هيك قطعناه إلى
نساير أو خيوط هيك رفيعة ونشوف هلأ خطوتنا الثانية. خطوتنا الثانية كتير بسيطة وزي ما قلنا تجهيز مسبق كتير مريح. خليني أنقل البوتاجاز هذا هون. عندي هون الشوربة اللي أنا صفيتها بيبقى لونها كتير صافي لأنه زي ما شفتوا ما حطينا لهاش بهارات غامقة فبيبقى لونها بهذا الشكل. ببتدي هلأ أضيف قطع الدجاج الخضروات، عندنا مكعبات الجزر، البازيلا. طبعا دائما أعزائي المشاهدين نعمل حسابنا لما بنعمل شوربة يكون عندنا زي ما بقول انتو حكم شخصي لكم بالنسبة لمقدار السوائل. دائما لما نعمل شوربة احنا بنحاول نعطيكم المقادير التقريبية، بس سبحان الله لابد انه انتو يكون عندكم مرجع خاص عشان تحددوا كمية السوائل، لأنه بتختلف نسبة أو حجم الخضروات من تقطيع لتقطيع، نوع الخضروات اللي بتستعملوه، فطبعا بنتحكم بالسوائل حسب كثافة الشوربة اللي احنا بدنا اياها. حنسيب الشوربة على نار متوسطة حوالي 10 دقائق لغاية ما بس تستوي الخضروات ونبتدي نجهز خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين الخطوة التالية اللي حنعملها هحتاج نشا هدوبه بشوية مي حوالي 1 كوب. طبعا زي ما ذكرنا قبل شوي حضراتكم بالنسبة لمقدار السوائل اللي عم نستعملها بدكم انتو تكونوا متحكمين فيها، فواحد كوب اعتقد معقول مع حجم الخضرة اللي موجود عنا. هقلب النشا، وطبعا هاي الخطوة بعملها عند قرب التقديم، يعني لما خلص طبخت الشوربة حيبقى شكلها هيك. نتأكد انه حبات البازيلا استوت، بس ما تخلوها تنهار معكم كتير، إذا حبيت بازيلا ضلتها بتقرش بيبقى طعمها كتير لطيف. ببتدي هلأ أحرك هالشوربة بهالطريقة وأصب عليها النشا. النشا حيعطيني قوام كتير لطيف ويصير عندي هيك قوام ناعم جدا مع استمرار التحريك لوقت بسيط جدا، يمكن ما بتاخد منكم إلا دقيقة. خليها ترجع تاخد غلوة تانية وأنا بحرك بهدوء. أعزائي المشاهدين هاي الغلوة الثانية بعد النشا، ببتدي هلأ وأنا برضو بحرك بهدوء أضيف الكريمة السائلة. برضو خليها تأخذ غلوة خفيفة. طبعا إحنا أضفنا النشا وعندنا نشا اللي في البطاطس والكريمة، فالثلاث عناصر هدول حيعملوا لي قوام كريمي كتير لطيف للشوربة. قبل التقديم على طول بس بوزع عليها شوي من البقدونس والشوربة أصبحت عندي جاهزة. لسلق الدجاج أضفنا ورق الغار والهيل والبصل. صفينا الدجاج، قطعنا الدجاج إلى خيوط رفيعة، أضفنا إلى المرق مع الخضروات، أضفنا النشا والكريمة وقدمناها. شوربة كريمة دجاج بالخضار، 2 قطعة فيليه دجاج، حبة متوسطة بصل شرائح، 2 فص ثوم، قطعة ورق غار، 2 فص هيل صحيح، ملعقة صغيرة ملح، حبة متوسطة جزر مقطع مكعبات صغيرة، حبة متوسطة بطاطس مقطع مكعبات صغيرة، نصف كوب بازيلا، نصف كوب ذرة، كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة نشا، كوب كريمة سائلة. للتقديم بقدونس مفروم.